أستاذ حسام، هناك تهمة يعني هي لطيفة شوية، يعني بيقولوا يعني إن اهتمامك بالعنصر النسائي في اللوكيشن بيكون أكتر بكتير من العنصر الرجالي. يعني بصراحة كده بتدلع بطلاتك قوي أكتر من الرجالة. هل حقيقي الكلام ده؟ ويعني هل حقيقي إن قلبك طول عمره أو كان طول أو مازال يعني يتعلق ببطلاتك؟ حقيقي. حقيقي؟ طب ليه أولا؟ أولا دي فطرة ربنا اللي خلقنا عليها، نعم، إن الراجل يتعلق بالمرأة والمرأة تتعلق بالراجل، مش بس الرجل والمرأة، نعم، أن الذكر والأنثى عند الحيوان وعند الطائر وعند الأسماك وعند كل شيء. ولو بصيتي في السماء في لحظة عمرك ما هتلاقي طير ماشي لوحده، لازم طيرين، واحد فيهم ذكر واحد نتاج. شوف ازاي. وبعدين دي صوره فعلا بشوفها بنفسي. انا صورت في الصحراء كتير. لو ضربت حجر من احجار الصحراء الكبيره دي على طول هتلاقي عقربين، مش هتلاقي عقرب واحد، ذكر وانتايه. وهكذا ربنا خلق الكون. وبعدين ما هي دي الصوره الصحيه الصحيه، ان يتعلق الرجل بالمراه وان تتعلق المراه بالراجل. ليه انتوا يا شرقيين بتاخدوها يا خبر ده بيحاب المراه، يا خبر ده المراه بتحاب الراجل؟ امال اتخلقوا ازاي واتخلقوا ليه؟ ما احنا خلقنا على هذا، والكون ما يطلعش الا بكده. وبعدين ده ربنا ذاته في القران بيقول المراه تسكن اليها. شوف التعبير الرباني. شوف طبعا. التعبير الرباني لما ربنا بيقول تسكن اليها. وبعدين امال يعني اسكن لمين؟ يعني اسكن للراجل زيي؟ طب ما هي دي. ما انا بكلمك بوضوح يعني كده ولا مش كده؟ هو ده انما احنا الشرقيين عندنا عقائد باليه. شوف ازاي بيرفضوا فيها الطبيعه اللي خلقنا ربنا عليها. بس ان تكون هذه التعلقات والعلاقات باحترام، بتفهم، بود، ها. وطبعا هذا الكلام اللي هو باحترام وتفهم كل ده قلته في علاقه بنيلي، ان بعد الطلاق بسنوات ما زال بنجري على بعض وناخد بعض بالاحضان وتليفونات وود وحب. هي دي العلاقه اللي بين الرجل والمراه. يعني حضرتك دلوقتي اعترفت تماما انك انت بتدلع بطلاتك اكتر. يقينا. من يقينا طبعا. عموما شاشتنا هتشاركنا في الرأي ده ونشوف ده الشاشة جميل. عليها ايه. ده جميل. نزلها المخرج بقى الشاشة. لا والله اقول لك، هو بيهتم بجمال بكل الناس بصراحة، العنصر النسائي او الرجالي. لا لا لا، احتمال ان العنصر النسائي احيانا بيحتاج اهتمام اكتر، لكن لا، انا من خبرتي معاه 3 سنين شغل ورا بعض في 3 من اهم مسلسلاتنا التاريخيه والدينيه، لقيت ان هو بيهتم بالكبير وبالصغير. بالعكس، يمكن بيهتم كمان بالجديد، لما يبقى معانا وجه جديد او فنان لسه مبتدئ بيهتم بيه اكتر، وبيحاول ان هو يهيئ له الظروف المناسبه. يعني هو راجل لطيف بشكل عام، فهو كمان لانه راجل كمان برنسف في تصرفاته، فبيعامل المرأة بشكل ألطف. يعني أعتقد يعني هو بيعامل المرأة بشكل ألطف، يعني على أساس إن هو راجل يفهم في الإتيكيت كويس، إتيكيت العصر يعني. لكن في الشغل مفيش أي تفريق خالص، لا بالعكس. على فكرة هو ممكن يكون بيعشق الفنانات اللي بيشتغل معاهم، بس مش عشق بالمعنى اللي احنا ترجمناه بره. هو لأنه عاشق للحالة الفنية اللي هو فيها، فبيتحول ده لعشقه للفنانة اللي بتشتغل، لأنها بتجسد له شخصية هو حبيبها. كلام جميل. إيه رأيك؟ موافق على الكلام ده؟ أنا موافق على الكلام اللي قاله. محمد رياض كان دبلوماسي، قال أيوة، يعني هو بيلاقي نفسه بيهتم شوية. لا، هو الحقيقة اهتمامي، أنا بهتم بالشخصية. أنا مش بهتم بالمرأة اللي قصادي. نعم. لا، أنا بهتم هي بتلعب دور إيه. وعشقي للدور اللي أنا زي ما قلت لك في أول اللقاء، إن أنا بقعد وأخذ السيناريو في حضني وأفضل أنخور فيه وأفضل أكتب وأقول وأعدله وأظبط وبتاع، وبعدين أخش الاستوديو أحققه. فأنا عاشق مش للمرأة، أنا عاشق للدور الشخصية اللي بتلعبه، الشخصية اللي بتلعبه هذه المرأة. بس واضح ان حضرتك برضو بتنجذب لشخصيات المراه اللي في الادوار. والله برضو ممكن يكون طبيعي، بس هقول لك حاجه كمان. طب اسالي الرجل بقى،
محمد رياض قالها باختصار. نعم. طب اسألي الرجل.